كده تغر تحفظ هذا الماء جوهرة تعرف قيمته عند الفرد. تمام هذا والزيادة على الثلاث لأنه بالإسراف والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا بعذر كما سبق الكلام فيه فهذا يكون مكروه مكروه. كذلك أيضا الطهارة المكروه في الطهورية أو من فضل المرأة وأنا الآن ذكرنا أن الوضوء من فضل المرأة يكون مكروه وسابقا ذكر الكلام فيها نزل عن ابن حجر الكراهة هناك قال ابن حجر وفي التفا يكره الطهر بفضل المرأة بفضل ما تطهرت منه المرأة للخلاف فيه دينا وللنهي عنه وعن التطهير من الناس لكن من الآن جزم به لم يذكر هناك كالمتبري منه وذكر العهد على ابن حجر لكن من الآن يقول لنا مكروه الوضوء من فضل المرأة من الماء الباقي بعد المرأة بعد المرأة وحدها لكن لو توضأت المرأة وزوجها من هذا الماء فشخص آخر يريد أن يتوضأ به ليس مكروه إذا لم يكن هذا مستعمل إذا كان مستعمل أصلا ليس الطهارة به والله أعلم كما قد سبق أن بينا نكتفي على هذا والسلام عليكم أسئلة إلا من وزن الكفين هل يحكم الثواب هنا عندكم؟ ماذا؟ إلا أنني عند وزن الكفين لا لا تنال ثواب السنن في الوضوء إلا إذا نويت عند غسل الكفين وما بعدها يحسن إذا ما نويت عند غسل الكفين نويت عند المضمضة يحسن المضمضة يحصل استنشاق إذا نويته إذا نويت عند غسل الكفين ستأتي بسنن الوضوء حصل السنن إلى غسل الوجه لكن ما بعد غسل الوجه كل سنة تأتي حتى لو لم تنوي عندها ولا كنت حاضرة يكفي لأنها دخلت الوضوء هذه سنن قبل الوضوء السنن قبل الوضوء ليست هي الوضوء حقيقة فلا تحسب لك حتى تنويها في نية مستقلة غير نية الوضوء الآتية يقول لنا التدليل في الغطس إذا غطس الإنسان في ماء كيف يحصل التدليل؟ على كلام النووي الرافعي الرافعي اشترط أن ينقل وابن حجر واشترط حتى يقدر التلقين والنووي لم يشترط المخ وكيف التدليل؟ هل كذلك أيضا يحصل في لحظة طفيفة أو ماذا؟ التدليل لا يحصل في الغطس إلا إذا حرك جسده حرك نفسه ثلاث مرات أو كان في مكان جاري يجري عليه وهنا يحصل التدريب أنت حاجة التدريب يحصل عند فعلها ولكن لابد أن يكون التدريب بقدرها عند الوجه لابد أن يكون التدريب بقدرها لكن لو تحرك في وقت ثلاث مرات مرة واحدة هذا التدريب بالوجه لم يحصل التدريب لابد من يكون فترة حتى يقدر التدريب فيها هذا مهم السؤال كلنا نحتاج هذا الشيء يقول لنا بعض الناس يكرهون النصيحة ان لم يكن بعض الناس اكثر الناس ان لم يكن اكثر الناس حتى خواص الناس لكن واحد من الاخيار هنا تخطا في هذا في الغالب ان ترى التغير في الوجه كما من اصل مضاف يكرهون وهل ننصح او لا؟ الشيخ ابراهيم الدسوقي يقول تجنب النصيحه ما امكن لانها تسبب ما امكن تجنب النصيحه إلا إذا دعا الإسلام بالنصيحة كان لأمر واجب أو لأمر مندوب فعند الأمر الواجب النصيحة واجب واجبة وإن أدى إلى أن يزعل أنت تنبه على شيء اليوم سيزعل منك لكنه في الغد سيشكر نفسه وربما أنت تعتقد أنه سيتأثر ويزعل من هذا لكن الواقع لم يتأثر لم يزعل ويكون يوم القيامة يقول لك يا رب هذا رآنا على خطأ لماذا لم ينصحنا لو رأينا الإنسان مثلا أصيب بحادث ولا يريد أحد أن يشفيه لا يريد أحد وأخذناه بالقوة وأسعبناه حتى شفاه الله يشكرنا على ذلك أو يذمنا وكذلك هذا الإنسان الذي وقع في خطأ أو في هذا واجبك معه النصيحة بعض الناس يقول ما لي وما له كان الإنسان الذي هو مصاب ويقول هذا ما لي دخل فوق
لكن الذي ياتي ويتعرض ويتحمل المسؤوليه يكون اكثر ثواب عند الله. نعم، يكون النصيحه في الواجب تنصح فيها، هذا لا بد منه الا اذا انت خايف على نفسك وعلى عذر، فيكون هناك عذر. والنصيحه مندوبه تكون سنه لكن بلطف او امر مبتدئ فيه، لا تاتي بعنف. انت تدعي المعرفه وتدعي انك من المشايخ، لا تستخدم السواك، هذا سن ليس نصيحه. انت بهذا تنفره من الدين وانت تنفره من هذا النشيء، هذا الاسلوب لا تستخدمه ابدا، هذا له حجه ان يطالبك بها يوم القيامه، يا رب ان نفرني من هذه السنه، هذا فلان لما جاء لي وقال لي انت شيخ من المشايخ ولا تفعل هذا الفعل، انت تدعي انك مسلم وتقصر بهذا الجانب، هذا ليس اسلوب نصيحه وانما هذا اسلوب السب، هذا سب تسبه سيقتص منك يوم القيامه، انما النصيحه يقول هناك سنة سواك، لماذا لا تحرص عليها؟ هناك سنة اسمه كذا أو ذكروا بأن هذا من السنة، لماذا لا تحرص على ذلك؟ ولا يكون أمام الناس ولا في صيغة سن. وقدر الإمكان تجنب موضع الإثارة فيه، الموضع الذي سيثيره لكن تنصح، الدين النصيحة. وشأن النصيحة أن تنفر الناس، لكن إذا كانت لله أنت مثاب عليها، والعاقبة ستكون لك، حتى الذين نفروا منك بعد ذلك سيعتدون عليك إنما تفعل ذلك إخلاصا لله لا انتقاصا لهم، لأن بعض الناس إنما تأتي له يظنك أنت بهذا تريد أن تظهر عيبه، فيتأثر من هذا الشيء. أحيانا هذا الشيء هو سيفرح منك بعدين، لو رأيت على إنسان وصف لي من أنف وخرج، تقول لي وصف لي، يتأثر من هذا ولكن يشكرك على هذا الشيء بعد. لأنك لو بقيت هو ما شاء عند هذا وعند هذا والناس ينظرون إليه يقول أنا صحيح أنا وياه كل يوم لما ينبهنا على هذا الأمر طبعا لو نبهنا عليه لا تنبهت لو كان وصل الكلام إليه. نعم، هل من الوراء ترك الأعمال بالحديث الباطل؟ لا، الأعمال بالحديث من الوراء، العمل به لا ترك العمل به. فحتى كان الإمام أحمد في الأصل كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، يقدمه على هذا، وكان المرسل لا يحتج به أو كان يحتج به، إلا الإمام الشافعي كان الذي لا يحتج به بالمرسل، كان حتى يقول أبو داود كان يقال الشافعي والذي لا يحتج بالمرسل، وكان يذكر من أبو داود في السنن يذكر من المراسيل، ولكن الشافعي لا يحتج بالمراسيل، فمعناه أن كثير من العلماء حتى المذهب عندنا أو الشافعي يحتج بالحديث أو مذهب الشافعي يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه في فضائل الأعمال، لا يحتج به في الحلال ولا الحرام، ولا نقول بأن هذا السنة وإنما يعمل به احتياطا، يكون هذا من الوراء لا من لا تركه هو الوراء. نعم. يقول لنا أن ذكرنا أنه من المكروهات المبالغة في الوضوء والاستنشاق في الصوم مكروه، وذكروا في الصوم أنه إذا سبق ماء الوضوء بسبب المبالغة يبطل الصوم، ما هو الحد الآن حتى نقول بطل الصوم؟ ونقول الحد لذلك بالأمس إذا تجاوز الخيشوم وصل إلى الدماغ، وصل أنت عرفت أنه وصل إلى الدماغ والأمر باليدين، وبالنسبة للفم إذا تجاوز مخرج الحال. مش بالحال أن هذا الحال إذا عبر ودخل تجاوز مخرج الحال، أما لو وصل مخرج الخاء هذا من الضغط. الحاء هذا من الباب، إذا تجاوز مخرج الحاء بطل الصوم. والمدار على اليدين لو حصل شك أنا لا أدري. شك ويسن احتياطا قضاء ذلك اليوم المشكوك فيه. نعم. الله أعلم. أيه؟ لا، هكذا الصورة الأولى، هذا مثل الرجلين، هذه أصابع الرجلين تكون من أسفل هكذا. ربما على كل حال هذا هو القول الموجود الان، لا نعلم خلافه.
يكون هو هذا هو الاصل ما تخلي الاصابع اليدين هكذا، واظن هذه سنه مهجوره عند كثير من الناس تخليل الاصابع اليدين اكثر الناس او على الاقل شاهد احد يخلل سواء خللت هكذا او خللت هكذا لابد من التخليل او على الاقل يوم غيرك تحرص على التخليل. الله اعلم. لا هو مع غسل اليد ان هل مع اليمين يخللها؟ هل يخلل بعد اليدين جميعا؟ انا لم اجد نص في هذا. او يخلل يغسل اليمين فيخللها ويغسل الشمال فيخللها. المفروض والله اعلم انه قد يكون لانه قد يكون هناك اثار لم تبقى فلا يعتد بالغسل اليسار في الحصول السنه الا بعد اليمين، فكانه ندي من اليمين فمخللها واليسار ومخللها. لكن كلام لما يكون بالتشبيك لو اخذنا التشبيك على ظهر كانه بعد الاثنتين لما نقول ان وقت اليسرى لم يدخل بعد، ولكن لو قلنا التشبيك هكذا يتخالف العباده العاده فيكون معنا ننتهي من اليمنى فنخلل، ننتهي من اليسرى فنخلل، فيكون التخليل بعد اليمين لليمين وبعد الشمال الشمال وليس هما معه طبعا، لكن لا نص في المساله ما اعلم. مالذي؟ طيب عفوا أنا العادة إن شاء الله عندنا يوم الثلاثاء.